جرور دي ناس شافوا اللي شايفينه وعرفوا اللي احنا عارفينه ولما اتصدموا رفضوها ما فكرناش ولو مرة نشوف الدنيا من برا بعين كل اللي هجروها دي ناس شافوا اللي شايفينه وعرفوا اللي احنا عارفينه ولما اتصدموا رفضوها مش كان حد فيكم راح معاها بدل ما سيبناها كده لوحدها ومعاها البنت تعبانه؟ انا قلت لها وهي ما رضيتش. دماغها ناشفه. ما تخافيش عليها. ما خافش عليها ازاي؟ دي رايحه الواحد بتقولوا عليه مجنون، مش ممكن يعمل فيها حاجه ولا يأذي ندى. بنتك ما تخافش عليها. ما تقومي تكلميها يا انجي عشان نطمن يا بنتي، انا قلبي وكلني عليها قوي. يمكن هي الو. ثانية واحدة. هي يا انجي؟ لا ليه انا؟ يا بنتي سيبي التليفون وتعالي كملي اكلك. انا جاية جاية يا ماما. وانت كمان بطلت اكل ليه؟ ما تقربي يا مدام سلمى. لا معلش مش هقدر. لقبة كده يا بنتي كبر ذات. ايه الاكل
الأكل ده كله يا بركات. جعانة؟ فاكر الطعمية السخنة؟ الله كانت حلوة قوي. يلا يا بنتي بسم الله. ها؟ لا معلش اتفضلي. فاكر القتيل اللي لقيناه في البيت الضلمة؟ ايه ما طلعت مخدة. ولا الراجل اللي جري ورانا؟ انتي عارفة يا ندى أنا نفسي اكل سندوتش كبده علشان العربيه تجي ورانا تاني. انت ما بتحرمش؟ انت خايفه وانت كمان بتخاف. خليني ساكته. كل بقى. حاضر حاضر هاكل. خدي حته عسل. تصدق انه اول مره ياكل من ساعه ما جه هنا؟ عامل زي العيل اللي ماسك في ديل اللي بيحبه. طب هشوفك هناك بقى. انت من امتى بتدخل عليا اوضتي من غير ما تخبط يا يوسف؟ من ساعه ما بقت مكالماتك اسرار ما بتتقالش قدامنا. واحده صاحبتي ما ينفعش اكلمها قدامكم. فيها ايه دي بقى؟ والله واحده صاحبتك بتقول لي هشوفك هناك. انت كمان بتتصنت عليا يا يوسف. انت اللي كنت ناسيه نفسك. انت لحد امتى هتفضل عايش في دور المخبر كده وتعكنن عليا عيشتي؟ لحد ما اعرف انت مخبيه ايه. انا مش مخبيه حاجه يا يوسف. عيب الكلام ده. عيب. ومش عيب اللي انت بتعمليه ده. هاتي الموبايل ده. مش هديك الموبايل. بقول لك هاتي الموبايل يا ماما. هاتي ماما. شوف البلطجي ده يا ماما. في ايه يا اولاد؟ انتوا دايما تتخانقوا كده. ماسك اختك كده ليه؟ مش عايزه تقولي بتكلم مين. تقوم تمسك شعرها كده وعايز تضربها. ايوه قلت له بكلم واحده صاحبتي مش مصدقني وعاوز ياخد مني الموبايل بالعافيه. برضه بتكذب. ايوه ماما الحقيقي. عيب عيب يا يوسف. ما تقولش على اختك كده. يوهو عيب عيب عيب. انت تقولي لي عيب وهي تقول لي عيب. خلاص مفيش حد في البيت ده بيعمل عيب الا انا. محدش بقى يبقى يلومني لما اقفل على نفسي وما اشوفش ولا حد فيه. بظلم الواد ده جرى له ايه؟ شيرين انا ماليش اي حكم عليكي بس انا عايزه اطمن واعرف انت بجد عملتي اللي قلتيلي عليه؟ ما رحتش. امال ايه حكايه الحمل دي؟ لما فكرت في حكايه الدكتور لقيت لساني بيتسحب مني وبقول له ان انا حامل. تصدقي ساعتها صدقت ان انا حامل فعلا. حسيت بحاجات حلوه كتير وما قدرتش ارجع عنها. بس بالشكل ده انت ممكن تلاقي نفسك بتضعفي وبتعملي اللي صاحبتك كانت عايزاه. ما بقتش برد عليها بس دلوقتي لازم الاقي حل تاني. اول مره ندى تنام النوم ده كله. هو موضه طويله ما تحكش كده. امو تعرف هي ازاي لحقت تتعلق بيه قوي كده. هو ابوها فين؟ ما تزعليش يا بنتي انا ما قصدتش. لا ما فيش حاجه الله يرحمه. هي لقت فيه اللي اتحرمت منه هو لقى فيها اللي محروم منه. انا يا دوبك اروح بقى. هتيجي تاني؟ مش عارف. محدش يا بنتي يقدر يخصبك انك انت تجيله تاني. بس لو حسيتي ان مجيتك هتفيد يا ريت. اديكي شفتي فرح بيها ازاي لما شافها. هو ابنك راح فين؟ راح المستشفى يشوف ام بركات. صحيح هي عامله ايه دلوقتي؟ شعبان شعبان امي مالها يا شعبان؟ وبركات ايه اللي حصل؟ خد نفس بس الاول يا سيد. اخد نفس ازاي بس وانت بتقول لي ان امي هنا وبركات في مشكله؟ انا ما حبيتش اقول لك على اي حاجه في التليفون. قلت لما نتقابل احسن. ما توقعش قلبي يا شعبان وقول لامي جرالها ايه. هي خرجت من عنايه وحالتها بقت احسن شويه. عنايه ليه؟ هو ايه اللي حصل لها؟ انا عايزك تطمن عليها الاول وبعدين هحكي لك على كل حاجه. سيد سلامتك يا ام. الف سلام. غبت قوي يا سيد. وديني جاي لك جاري على مهوشي. هفضل تحت رجليك ومش هسيبك ابدا. اخوك يا سيد. الحق اخوك. وبعدين معاكي بقى يا حاجه بلاش كلام كتير. احنا ما صدقنا انك بقيتي كويسه. اخوك يا سيد. اوعى تسيبه. ما تسيبوش يترمي الرميه دي لوحده. اخوك مش حمل وجع تاني. كفايه اللي هو شاف. مش هنبقى احنا والزمن عادي. ما تخافيش يابا انا هروح له وهفضل جنبه مش هسيبه. اخوك حرم نفسه من حاجات كتيره عشان انت تكبر ونسي ان هو كمان بيكبر.
لما لقى اللي بيدور عليها راحت منه وراح عقله معها. بس صدقني هو بس مش محتاج أكتر من حبة حنية وشوية أمان عشان يرجع تاني. مفيش أقرب منك ليه. خده من إيده وديه بيته وأرضه ولم اللي اتعطر منه. يمكن لما يشوف خضر أرضه يطمن ويرجع تاني. ساعتها عيني حدمها مش هيلاقي حن من صدر يترمي عليه ويبكي على كل اللي راح. اوعى يا سيد اوعى تكون ألم تاني ينزل على وش أخوك. كفاية كفاية صوابع الزمن اللي معلم على كل حتة فيه. كفاية يا ابني كفاية. فين يا كابتن؟ داخل جوه. ما ينفعش لازم قابل. وانا لازم اخش جوه. مش هتدخل. يعني ايه هتضربني يعني ولا ايه؟ بقول لك لازم اخش جوه. ما انتش داخل جوه واتكل على الله بهدوء كده بدل ما تتبهدل هنا. وانا هخش جوه. مش قلت لك مش هتدخل؟ يلا. مناصيره ده كمان. من امتى؟ من ساعة البنت الصغيرة ما مشيت وسابته. مش عايز ياكل خالص. ولا عاوز يتكلم، قاعد ساكت وعينه شاردة ومش عاوز يسيب مكانه. حتى العلاج مش عاوز ياخده. مش ده اللي حاول يهرب؟ هو واحد صاحبه برضه حالته مش مظبوطه خالص. ماله ده كمان؟ بيترعش طول الوقت وزي ما يكون خايف من حاجه. شيل اي حاجه حاده في العنبر، ممكن جدا يعملوا في نفسهم حاجه وانا هبقى قاعد ابص عليهم. تحت امرك يا دكتور. واحد ساكت والتاني خايف، هي باين عليها ليله. ما تزعليش مني يا مري، انا كدبت عليكي ومش عارفه ليه. انا صحيح ما بقتش برد على هاله، بس مش عشان رجعت في كلامي، عشان الدكتور اتقبض عليه. اتقبض عليه في اليوم اللي انا رحت له فيه. يعني لو كنت قدمت شويه كان زمان صورتي بقت جنب صورته في الجرايد والفضيحه بقت بجلاجل. المشكله مش في دكتور ضميره مات وقرر انه يستغل ضعف ست مكسوره ويخليها تغضب ربنا علشان يكسب شويه فلوس. المشكله انك وصلتي لكده فعلا، وده اللي خلاني اجيلك البيت واسالك. الجعان لو سرق محدش يلوم، ولو رضي ربنا بيكرمه. اللي ايده في الميه انت اللي بالشكل ده بترمي نفسك في النار. النار دي اترميت فيها من زمان قوي، من ساعه ما بابا مكسر قلبي وخلاني هجم البيت ده في نصاص الليالي عشان اهرب لاول جنه اخترتها. والجنه دي هي اللي كانت موصلاكي لسكه اخرتها نار. بس الثانيه في حضنها عمر تاني، وانا مش عايزه اكتر من كده. كفايه عليا اشوف الفرحه في عينيه وهو بيحسس على بطني اللي شايله ابن، حتى لو كنا احنا الاثنين بنكذب على بعض. حيرتيني معاكي يا شيرين. انا ماشيه يا مريم، ويا ريت ما تعاتبنيش على اي حاجه حصلت ولا تلوميني على اي حاجه هعملها. رايحه فين؟ هغسل وشي. ما تقلقيش مش هينفع امشي قبل ما حسام يجي واتكلم معاه.
دي ما تجيش قفل بقى وتعالى اوصلك. انسى تاكسي روحنا بكرامتنا كفايه قوي اللي حصل. يا بنتي كرامتنا ايه وبتعير؟ كمي بقى بطلي الهبل والهطل اللي انت فيه ده. انت ايه ما بتزهقش؟ لا ما بزهقش. يا ساتر. اوف ساتر انت. ممكن الذنب ده. قلت لك ناخد تاكسي احسن من التهديد اللي هناخده. ايه في راس حضرتك العياله؟ مين ده؟ ها؟ اجري اجري اجري. انت تاني في ايه يا عم انت اهو تصدر عليك مش هتتقدر لما نظبطك. خف على نفسك يا ابني ما ينفعش ان انت عامله في نفسك ده. انت من ساعه ما خرجت من عندها وانت على الحال ده صدقني هي بقت كويسه وحالتها النهارده احسن الف مره من قبل كده. اللي قالته لك ده مجرد كلام شايله جواها مش معنى كده يعني انها اللي زينا يا ابني. كل ما يكبر كل ما احس ان رجله بتقرب والدنيا بتضيق حواليه تبقى عامله زي خرم الابره والكم كلمه اللي فيه وصيه بتبقى زي النفس اللي بنتشعلق فيه من ريحه الموت. وبقى فيها واللي حصل لها مش قليل ان شاء الله هتقوم منها. وبعدين هي جابت لك الحل قالت لك روح لم الاطباطر من اخوك واجري على ارضك وخدرها ساعتها بس هيفوق. خلاص ما بقاش ينفع. هو ايه اللي ما بقاش ينفع؟ بتتكلم يا ابني. لما بركات ساب البلد شفعي جالي وبعت له الارض عشان كده ما رجعتش. بتقول ايه؟ بعت اخوك؟ الحق يا دكتور. ايه في ايه؟ المريضه دي تبع صاحبتك. بلا هتعمل تاني ولا ايه؟ تعيش انت. ايه؟ امي مفيش حاجه يا ماما. مفيش حاجه ده ايه؟ انت مش شايفه نفسك عامله ازاي؟ اتكلمي في ايه يا ماما؟ قلت لك مفيش حاجه. انا مش هسيبك الا لما تقولي لي في ايه. يا ماما سيبيني بقى. مش هسيبك. انت بتجري من مين يا بنت؟ يا ماما سيبيني. يا ساتر يا رب. هي ايه الليله دي مش هتعدي على خير؟ حاضر حاضر. يوسف ده يوسف لحد امتى يعني؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ ما هو اكيد هيعرف. امال انا جايه لك ليه يا حسام؟ وعاوزين اعمل لك ايه؟ تهدى شويه وتفكر معايا بدل ما انت عصبي كده موترني معاك. انت ناقصك انت ومشاكلك انت والمحفوظ جوزك. يا حسام افهم انت لو شفته بقى عامل معايا ازاي هتعذرني؟ وانت لو فكرتي هو ممكن يعمل فيكي ايه لو بس حس بالكذبه اللي انت مألفاها عليه هتعذريني برضو في قلقي. اعمل ايه بس؟ انا عايشه احلى يومين في حياتي. يومين عشتهم لا في بيت بابا ولا في بيته هو. احساس تاني خالص لما تلاقي نفسك متشال على الراس ومتصاد وما بتسمعش غير الكلمه الحلوه. يا شيرين يا حبيبتي افهميني انت بالشكل ده بتخربي على نفسك وبتهدي كل اللي انا ببنيه. انا ماليش دعوه باللي انت بتبنيه. انا مش عايزه غير انه يفضل يعملني زي ما بيعملني اليومين دول. ما هو الكدبه دي هتبقى العظمه اللي هيمسك فيها زي الكلب ومش هيسيبها غير لما يمص اخر نقطه دم فيكي ويخلص على اخر قرش معاكي. انت ايه يا اخي؟ ما بتفكرش غير في الفلوس؟ والله دلوقتي بقيت انا لما بفكرش غير في الفلوس. وانت لما كان المحروس جوزك بيهبش من وراكي وكنت هتموتي على اي مليم ساب ابوكي كنت ساعتها بتفكري في ايه؟ ما تنطقي. انا مش قصدي يا حسين. انا بس عايزك تقف جنبي. واللي انا بعمله ده ايه؟ مش بحافظ على حقك وواقف معاكي في وش الدنيا دي كلها؟ انا عارف بس برضو. برضو ايه؟ ما تكلمي دغري يا شيرين. انا ما بحبش اللف والدوران. في فكره كده عايزك تساعدني فيها. فكره ايه؟ ابوهم هو اللي عمل فيهم كده. طير عقلهم بالجوازه بتاعته وقسى قلوبهم وعمى عيونهم خلاهم ما يشوفوش غير حقهم اللي كلته مراته وبنتها. ست مريم عارفه هتقولي ايه بس والله ما اعرف عنها حاجه ولا حتى اعرف ايه اللي حصل. انا اللي صعبانه عليا ندى. دي مالهاش ذنب في كل اللي بيحصل. ما هي الدنيا كده ناس تشيل ذنب ناس. انا سمعت البيبي يقول ان مامتها لقتها ومن ساعتها هو يتجنن مبطلش تليفونات. مش عارفه هو خايف من ايه قوي كده. طب والله الست سلمى دي طيبه قوي. احنا لا عمرنا شفناها بتاخد حاجه ولا بتقسي قلب ابوهم عليهم. محدش عارف مين الظالم ومين المظلوم.
محدش ليه دعوه بيا. اتعور اتنيل اتخانق انا حر. يعني ايه ملناش دعوه بيك؟ انت مش عايش معانا في البيت ده؟ احنا مش اهلك ومسؤولين منك. انا ماليش دعوه بحد. امال اتخانقت مع اختك ليه في الشارع وتهجمت عليها؟ ما تهجمتش عليها. امال الناس اللي ضربوك ضربوك ليه؟ انا محدش ضربني. يوسف انا عايز انزل اشوف شغلي، ولو اتاخرت اكتر من كده هترفض، مش هنزل اما اعرف فيه ايه. عندك اختك، روح اساليها. ما هي اختك انت كمان. بقول لك ايه، انا عايز انام. يوسف مش معقوله كده، كل يوم والتاني مدينا وش شكل، حابه تبقى معانا وحابه تبقى بعيد. في ايه يا اخي؟ ايه اللي بيحصل لك؟ انا خلاص انا ابتديت اشك انك بتاخد حاجه. والله بقى لو الفكره دي هتريحك صدقيها. يعني ايه يا يوسف؟ يعني سيبيني في حالي. يوسف انت ليه كل يوم والتاني واخد جنب مننا وقافل على نفسك اوضتك، واحنا مش عارفين مالك ولا فيك ايه؟ ما تسيبيني في حالي بقى، انت عايزه مني ايه؟ انا اللي عايز اتكلم معاكي ولا مع اي حد في البيت ده؟ اعتبريني مت. انسيني بقى يا ستي. ملهاش حل تاني. ما شاء الله. انت عارفه يا هانم اللي انت بتقوليه ده معناه ايه؟ معناه ان انا عايزه اعيش زي اي واحده وارتاح، وابطل احط عينيا في وسط راسي. معناه ان انا الم نفسي واحبي على بيتي، واحمي جوزي من نفسه من الشيطان اللي راكب بقى. انا طافح الدم علشان حقنا ما يروحش البنت مش من دمنا. تقوم انت عاوزه تجيبي لي واحد يجي ياخد كل تعب السنين على الجاهز؟ واحد لا نعرفه ولا يعرفنا يشارك ابني في ورثه؟ انت اتجننتي رسمي رسمي، واللي انا ما قدرتش اعمله في ابوكي هعمله فيك يا شريف. عايز تعمل فيا ايه يا حسين؟ هحجر عليكي. انا يا حسين؟ انتي او اي حد يفكر بس انه يمس حقي وحق ابني. اللي هتبناه هياخد من ورثي انا. ولا مفيش حد غريب هياخد مليم من ورث المهدي. وبعدين انتي فاكره انها هتعدي على جوزك؟ طب هتحملي ازاي؟ هتحطي مخده زي الافلام ولا هتخلفي شطاني كده؟ انا هتصرف، مهم ان الكذبه تبقى حقيقه. مفيش كذبه بتبقى حقيقه. قلت لك هتصرف. هتتصرفي؟ ايوه هتصرف، هعمل اي حاجه ان شاء الله اسافر بعيد لحد ما اموت، مهم انه يصدق انه في طفل. طب بصي بقى يا شيرين، عشان انا ايه خلاص جبت اخري. قدامك حل من اتنين، يا اما تشيلي الهبل اللي في نافوخك ده وتقولي لجوزك بقى اي حاجه، اعراض غلط، حمل كاذب، سقطتي. ما ينفعش اقول له كده، كده هيرجع اسوأ من الاول. يا اما تنفذي اللي انت عاوزاه بس بشرط. ايه هو؟ تكتبي لي تنازل كامل عن كل حقوقك في ورث المهدي، يا كده يا انا اللي هروح لجوزك واقول له على كل حاجه. ايه؟ مش عايز تاكل ليه يا بركات؟ طب انت كنت عاوز تهرب ليه؟ مش انت تعبان؟ خليك هنا لحد ما تخف، ولا انت مش عايز تخف؟ انا ما كنتش عايز اهرب. وما تزقيت التمرج ليه انت وصاحبك وطلعتوا تجروا؟ كنا عايزين نشم هوا. واللي عايز يشم هوا يعمل اللي انتوا عملتوه ده؟ احنا ما عملناش حاجه. طب انت لازم تاكل، ما ينفعش تفضل كده، انت ما اكلتش حاجه خالص. مش عاوز اكل. طب انت عاوز ايه؟ عاوز ندى. هتجيلك تاني؟ اصلها كانت عايزه تروح لامها، قصدي مامتها، وبعدين مسكوني وقالوا اني خطفتها، وهي عيطت قوي لما خدوها، وانا مش هاكل لو هي معايا. خلاص كل الاول وانا خليك تشوفها. انت بتكذب عليا. اسمع كلامي، ما هو ما ينفعش تسيب الاكل كده. قلت لك مش هاكل. بطل هبل، ايه اللي بتعمله ده؟ وانت كمان كذاب، كلكم كذابين، كلكم ضحكتوا عليا. اهدى بركات، انا مش مجنون. اسمعني بس، مش عايز اسمع حد، مش عايز حد، كلكم ضحكتوا عليا. هي ضحكت عليا وسابتني، والتانية ضحكت عليا ومشيت، وامي ضحكت عليا. انا مش عايز حاجه من حد، مش عايز حاجه من حد. كويس، وانت هات لحقنا وهات لحقنا. سيبوني، مش عايز حاجه، مش عايز حقنا، سيبوني.
ايه؟ اتخضيتي؟ هو انت لسه شفتي حاجة؟ عايز ايه حسام بيه؟ ابعدي عن حياتي خالص وانفدي بجلدك احسن لك. انت بتهددني؟ بهددك. ولو ما تلمتيش همسحك من على وش الدنيا. انت ست وحدانيه واللي معاكي ما فيهمش حد يسندك. حبي عليهم احسن. واللي حصل لبنتك يا دوب شك الدبوس. سلام يا مرات ابويا. مالك؟ ايه اللي مخوفك قوي كده؟ خلاص ما تخافش وحاول تتكلم معايا. انت سامعني؟ بركات كان بيصرخ، كان في حاجه بتوجعه. بركات ده يبقى صاحبك اللي ما تخافش عليه، خده مني ونايمه في حضني. هو مين؟ العربيات بتجري في الشوارع بتاكل الناس، والناس خايفة، والدنيا زحمة، والأرض واسعة واسعة، وكل يوم بتبلع واحد. انت مش كنت هنا قبل كده؟ خرجت ازاي ورجعت ليه؟ أمه ماتت عشان تجيبه، صرخت جامد قوي لما هو صرخ، هي سكتت. وشه كان منور وعينه بتلمع، كان بيضحك مش بيعيط. كنت كل يوم اروح اجيبه، كان اول ما يشوفني يضحك ويجري وياخدني في حضنه. حاضر ما حاسبش وجري، وزحمة في الشوارع والعربيات بتجري والناس خايفة، وانا بصفر عشان ياخدوا بالهم. محدش سمعني ولا بصلي. فين السفارة؟ فين السفارة؟ اجيب لي حقنة يا دكتور. لا، هو ايه ده لوحده؟ خده وابعت لي التاني. محدش سمعني ولا بصلي. ست وحدانية واللي معاكي ما فيهمش اللي يسندك، حابي عليهم احسن. واللي حصل لبنتك كان يا دوب شك الدبوس. بسم الله الرحمن الرحيم. مين في؟ ما تخافوش، ده انا. ما ماتتش للدرجة دي؟ ما بتحبش سيرة الموت؟ بخاف منه. الموت قضى ومفيش مفر منه. الموت رحمة قبل ما يكون قضى. ما هي رحمة ربنا بتخلينا ننسى. أنسى؟ ليه وهي عايشة؟ بالشكل ده عمرك ما هتخف. أنا مش عيان. أمال أنت هنا ليه؟ مستنيها. مستني مين؟ يا بركات مفيش ميت بيرجع. اللي جالها ده مش الموت. اللي يجي متسحب من ورا الشمس وهي مروحة مش ممكن يبقى موت. اللي ياخدها من جنبي وهي نايمة مش الموت، أكيد حاجة تانية أنا معرفهاش. لو أنت تعرفها قولي. قولي مين ده اللي بيجي ساكت وبيمشي ساكت وبيغمي عينين كانت مفتحة ويسكت قلب كان بيدق، يتلج الجسم يصفر الوش، يبقى مين؟
يا لسه في حد بيحب قوي كده؟ احنا كنا قاعدين وسط خضرة اتولدت على ايديها وشمس بتشاور لنا وهي ماشية وبرد ومطر بيغسل في هدومنا. حطت راسها على كتفي وعلى وشها ابتسامة حلوة. لقيت ايدها اللي كانت ملهلبة بقت زي التلج وجسمها اللي كان ملفوف في هدومها اللي بلتها المطر بيتخش. خدتها في حضني وشلتها ومشيت بيها كان بالترع وانا بتونس بيها. والأوضة من غيرها بقت زي الغية اللي هجرها الحمام. فضلت أجري أجري تحت المطر لحد ما نفسي اتقطع ومحدش سمعني. رجعت الغية ومسكت العصاية وفضلت أشاور كل ليلة أشاور. الدنيا مطرت بس الحمام مرجعش وهي لسه ساكتة وأنا مستنيها وقلبي حاسس إنها هترجع في يوم. مفيش حد في حنيتها ينفع يبقى قد قسوة البعد ده وما ينفعش حد يقسى على حتة منه. صدقتني بقى إنها ما ماتتش. ما تقولش زيهم. وقفت على حيلها وقالت كل اللي جواها بس للأسف ده كان آخر نفس. وبركة تعرف ما ينفعش نقول له على أي حاجة خالص دلوقتي مش هنستحمل. وكمان ما بقاش لي حد حتى الأرض أخوه باعها وموضى بنفسه عشان يسافر بره مصر. ازيك يا بركة؟ ما تدورش عليها. هي فين؟ هي ساكتة زيك لا بتاكل ولا بتشرب. ايه؟ سكتت تاني ليه؟ الكلام ما بقالوش طعم زي الاكل بتاعهم. ما بقتش لاقي حاجة اقولها زي ما اكون بلملم الكلام جوا بقي عشان اقوله واجي اتكلم ملاقيش حاجه بتطلع. ايه دي بقى فزوره؟ لما سكت رموني هنا. امال لو اتكلمت هيودوني فين؟ انت ليه ممكن تكون مجنون؟ يمكن اكون عامل زي اسماعيل ياسين. عندي شعره ساعه تروح وساعه تيجي. لما بتروح ببقى خايف وبترعش واشوف الموت في عيون الناس اللي حواليا. ولما بتيجي بجري واتنطط وازق كل حاجه قدامي. انت مش عايز تخرج من هنا؟ هنا زي هناك. هنا خنقه وهناك دوشه. هناك غيه مهجوره وارض بور ومنسي بيجري بابنه تحت المطر. وهنا ناس مخبيه وجعها ورا دموعها من اربع حيطان. انا هموت وافهمك. الموت محدش بيرجع منه. الدكتور قال لي كده وعم الشيخ حسن. حسني قدام طفل لسه مولود. لسه الدنيا ما فرمتوش ولا مزعت بسنانها اللي خلقنا عليه ربنا. عارف انت
عارف انت لو تنفض شويه الحزن دول من على قلبك والله العظيم هتشوف وتسمع وهتخرج بره الدنيا الضيقه اللي انت حابس نفسك فيها. انت مين؟ انا واحده الدنيا زنقتها في ركن ضيق قوي، كتفتها من ايديها ورجليها، ربطتها من لسانها وسابت عينيها مفتحه عشان تشوف الويل وما تقدرش تصرخ. تخاريف مجانين مش كده؟ المجانين مش بيخرفوا، يا يسكتوا يا يصرخوا. والله ما انا عارفه انا جايه لك ليه ولا عايزه منك ايه، بس عارف يعني ايه واحده زي الوحده متعلقه في رقبتها بنت زي ندى، حاجه مرعبه. بقيت خايفة عليها وهي الوحدة، وخايفة عليها وهي معايا، ما بقيتش عارفة أعمل إيه. ندى مش لاقي أمن منك عليها بركات. لا ده انتي اتجننتي رسمي، عايزة تجيبي لنا مجنون في البيت؟ ايه خلاص ما بقاش فيك عقل عمالة تخبطي شمال ويمين، ما انتش دريانة بالمصايب اللي بتسيبيها وراكي. اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ انا تعبت ومحدش حاسس بالنار اللي جوايا. يا ماما احنا ولايا وحسام عارف كده كويس قوي، وملناش حد في الدنيا دي. ده بقى يطلع لي في الشغل يسم بدني ليل مع نهار، مخلي عينيا في وسط راسي، عشان كده كان لازم حد يبقى معايا. وما لقيتيش الا المجنون ده؟ يا ماما ده مش مجنون، ده واحد جات له صدمه عشان مراته ماتت وخف لما شاف ندى وحبها، واديكي شايفه هي متعلقه بيه ازاي. ايه يا ماما كنت عايزاني اسيبها لما تموت مني ولا اجيبه يبقى معاها علشان انا ارتاح؟ على جثتي يقعد معانا هنا. مين قالك انه هيبقى معانا هنا؟ امال ايه هتوقفي ده دبان على الباب؟ لا انا اتفقت مع صاحب العماره انه يدينا الاوضه اللي فوق السطوح ويترمي فيها ومنه يبقى معانا عشان خاطر ندى. انا مش عارفه انت عايزه تعملي فينا ايه اكتر من كده. عايزه انام وارتاح، عايزه ابقى مطمنه على بنتي، عايزه وانا في الشغل ما بقاش على اعصابي وانا سايباها معاكي لوحدكم، واديكي شايف يوسف ايدك منه والارض وانجي ما تقدرش حتى تحمي نفسها، عشان كده انا روحت له. وما انتش خايفه من وجود راجل غريب هنا في وسطينا؟ لا يا ماما، اللي زيه ما يطمعش فيا ولا حتى يبص لي بصه تخوف، ده في حته تانيه خالص، حتى خلت ندى متعلقه بيه واحنا لازم نمسك في ديله. جيب العواقب سليمه يا رب. بركات ما يعتبرش مجنون زي اللي بتشوفيهم في الافلام والمسلسلات، هو زي كتير قوي اللي بتشوفيهم في الشوارع والميادين قنبلة موقوتة اسمها مجانين الشوارع، ناس مكبوتة فضلت انها تسكت علشان ما تموتش، شماعة بيتعلق عليها بلاوي كتير في ايامنا اللي ما يعلم بيها الا ربنا دي، جواهم طاقة لو عرفت انك توجهيها بشكل ايجابي هتشوف اللي عمرك ما تتخيليه، انما لو اتكعبلوا مرة تانية للي وصلهم للي هم فيه بيتكلموا، ولما يتكلموا هينفجروا ويفجروا كل اللي حواليهم. Thank you.
هو احنا رايحين فين؟ هنروح لندى. بجد؟ بجد. هي مش وحشك؟ وحشتني قوي. خلاص احنا هنروح مشوار الاول وبعدين نروح لها. يلا عشان ما نتاخرش عليها. تعالى ارك. ما تخافش مني. انا مش خايف منك. طب يلا تعالى ارك. ولا اقول لك اركب. يلا. مشوار ايه اللي هنروحه قبل ما نروح لها؟ اطلع يا اسطى. حاضر يا فندم. مدام سلمى، الجلسه قربت والاتعاب بتتراكم عليكي، لازم تدفعي اي حاجه عشان اعرف اشتغل. انا كده مشلول ومش قادر اتحرك في الوقت اللي حسام المهدي مسيبها مع المحامي بتاعه على الاخر. معلش يا متر، يومين كده وانا هتصرف ان شاء الله. بس انت طمني الاول، وصلت لجديد؟ يعني الجلسه الجايه هتكون زي كل مره ولا فيها حاجه جديده؟ هم هيقدموا ورق يثبتوا فيه عدم قدره الزوج على الانجاب، واحنا كل اللي هنقدر نعمله ان احنا هنطعم بالتزوير والقضيه تتاجل. يعني مفيش جديد؟ ما انا عايز اتحرك وانت اللي مسعفاني. طب هتعمل ايه وهو جايب ورق واثباتات؟ هنجيب ورق واثباتات زيهم ونحط ده قصاد ده ونشوف كفه مين اللي هتطب. خلاص انا على اول الاسبوع الجاي هجيب لك اللي انت عايزه ان شاء الله. من شويه كانوا يومين، ليه حدفتيها الاول الاسبوع؟ استحملني شويه يا متر. ربنا معاكي. عن اذنك. مدام سلمى. ايوه يا متر، في حاجه؟ يبقى مين الاخ؟ يعني ايه ما تعرفش؟ انا مش قايل لك عايز اعرف المحامي بتاعها وصل لايه وناوي على ايه؟ يا اخي جند عيون ليك في مكتبه. المهم ان انا اعرف هي بتفكر في ايه. مين اللي كان معاه؟ وده يطلع مين دار اخر؟ برضه ما تعرفش؟ ده كلام يا ادهم. ادهم مش عاوز رغي في وداني. اسمع، ما تعتبش الشركه دي الا لما تعرف هي كانت بتعمل ايه عند المحامي ومين اللي كان معاها. غير كده مش عاوز اشوف وشك في الشركه، فاهم؟ صابوا بطاعون الفكر وعاشوا بكل إحساسهم.